مباريات مباراة الجيش والحرس التي صفر الحكم بإشارة انطلاقتها. تنطلق المباراة بعضهم البعض وإن كان يعانيان هذا الموسم ويعانيان منذ فترة. الحرس حذاري 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 من هذا الهدف المبكر. وهذه ده بالخير بلال بننا، هنا العكسية والتوغل للحرس الوطني، تسديد لكن الحارس محمد عبد الله يجده في المكان المناسب. هنا المحاولة والتوغل والكرة العالية والرأسية والمتابعة، لكن كرة تخرج تتحول إلى ركنية للحرس الوطني. الوانتو التي حاول من خلالها الثنائي الوصول إلى شباك جدو، جدو والكرة الطويلة لكن التغطية. تعود مجددا الى عناصر الجيش الوطني. تسديده من بعيد من خارج منطقه العمليات. زيد اسماعيل، زيد يتوغل، زيد والمتابعه والهدف. لا لبودي مره اخرى، لابودي الى البديل ساني 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 ساني. هنا مرة أخرى المحاولة، ساني ساني مرة أخرى، ساني ساني ساني. ساني أخيرا يفتتح التسجيل في الدقيقة 75 من عمر المباراة. هنا نشاهد الإعادة، هنا التمريرات البينية المتقنة والرائعة، وأمادو ساني يريد وكأنه يريد أن في أمادو ساني الذي سجل في الدقيقة 74 من عمر المباراة. المحاولة والضغط لكن كرة تخرج تتحول إلى ضربة مرمى. يشير وأخيرا يصفر الحكم معلنا نهاية المباراة، معلنا انتصار الحرس الوطني وقفزه نحو المركز الخامس بواحد.